السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم؟ كلشي مزيان؟ صباح النور، صباح النور يا ربي امين. كي دايرين؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كيمشوش ولله الحمد، الحمد لله والشكر لله، وهذا من فضل ربي. احنا الخوت راه مولعين، حنا المولعين، راه باقي ما حسنتش، ان شاء الله غادي نحسن وغادي ندوش ضروري، غادي نحيد هذه ونحيد هذه ان شاء الله باذن الله. اليوم الخوت، اليوم السبت باذن الله، اليوم السبت، اليوم جوج تسعود، ها هي جوج ديسمبر هذه بالضبط. شوفوا الخوت، راه هي تسعود، عندك 8:59 دقيقه، راه هي 8:08 دقيقه، واخا مقلوبه. انا غادي نقلب لكم اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للانثى، راه طلقناها البارح والحمد لله من ناحيه الاتصال، والله عرفتي الحمد لله ما اتصل حتى شي واحد، لان واحد الولده الخوت، انا غادي نجيكم الهضره، النتوى راه طلقنا الخوت البارح ما مشاتش، دابا راه طلعت لقيتها في الكولوار كاينه النتوى اللي قلت لكم، وقلبتها في صحتها تبارك الله، ولات زادت سمانت، وانما كاين معها واحد الولد، والولد راه باقي هو كيدور راهن عندي هنايا، خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا، ما نعرفوا هذا الولد هذا ديال من، الله اعلم ديال من، خليكم معنا الخوت، الله يرحم لكم الوالدين. الخوت من ناحيه واحد الوليد، ها هو يا الله اعلم ديال من هذا، فيه باك ازرق، هو هذا كيبان، كيبان ولد، كيبان ولد ممتاز، اللي كيبان شنيبير ممتاز، وديال من الله اعلم، كيف كنقولوا الخوت الله اعلم. بالنسبه للنتيوا نوريكم غير النتيوا، هي الخوت جات، هذه هي النتيوا، ها هي جات باقا بالهاتف ديالها الخوت، النتيوا راها جات، يعني قلت لكم بان النتوا راه ما غاداش تمشي الخوت، هذه النتوا ما غاداش تمشي، ها هي جات وهبطات، وتا الصحة ديالها الخوت تبارك الله، الصحة ديالها راه زادت تفضغلات، اللهم بارك، كيف قلنا راه زادت التفضغلات، اللهم بارك، يعني المشكل عندها غير في الكتاف في الجناح، وهنا راه واحد الوليد فيه الجوع الخوت، هذا راه ساهل يتشد، ها هو شتو راه ساهل يتشد، فيه باق أزرق، فيه باق زرق، ومهلوك مسكين هذا، عام الله منا شو تالف، شكون هو مول هاد الشنيبير هذا؟ ها هو كيف كتلاحظوا فيه باق زرق، وهذا ديال من؟ الله اعلم، حتى هو ديال من؟ الله اعلم، راه مهلوك، هذا راه اللحله شويه د الماكله يهبط. حنا غادي نشدو هاد النتيوا الخوت، خليكم معنا ان شاء الله نشدوه، نشوفوا الصحه ديالها كي دايره، واش طيحات واش ما طيحات، ونتوا راه كتبان ممتازه الخوت، هي شدينها تبارك الله، اللهم بارك، انا الخوت، ها انا الخوت، شوف 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 تبارك الله، ولات غوزيه، ها شوف 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 الخوت، ديما كنوريها لكم، شوف تبارك الله ولات غوزيه، سبحان الله، كيف كتلاحظوا ها انتم، شوف اللحم، شوف العظم، ولات عندها الفرقه الخوت، هنا الوسط ولات الفرقه، شفتوها ها هي ولات الفرقه، شفتوها شوف تبارك الله، النتوى كي ولات هذه، هذه هذا دليل بان الحمامه راها مطريطي، ها انتم اما بارك عليها ما والو، الفرقه ولات عندها هنا هاد بلاصه العظم، نورمالمون خصو يكون خارج، راه ولا اللحم خرج من هنا وخرج من هنا، انتم ولات غوزيه الخوت، ها انتم ها، يعني الحمامه راه كلات تنفعات من الماكله ديالها ولله الحمد. كيف قلنا الباك ديالها هو هذا 2340/2340/2021، الباك مانيتيك راه ما حيدناش الخوت، ها هو البنزينك. دابا هاد النتوى شنو غنديرو ليها؟ راه الصحة ديالها مزيانة كيف كنقولو، غادي نطلقوها مع الحميمات ونخليوها تبقى طايرة معاهم حتى تمشي في حالة، وهادي إن شاء الله غتبقى تبقى تبقى، إلا كان فيها ما يدار غتبقى حتى تمشي في حالة إن شاء الله. هادشي اللي كاين، فين غندخلوها؟ ندخلوها مع النتيوات، غندخلوها، شوف تبارك الله، شوف شوف تهلو تهلو الماكلة شنو دارت الخوت، وتا هي راه مطريطية، هاد الحمامة اللي كتكون بحال هكا راه كتكون مطريطية الخوت، يعني راه كيكون ديجا مولاها مهلي فيها، وحمامه راه ممتازه على ما كيبان لي الله اعلم ديال الطويل، حمامه ديال الطويل الخوت على ما يودي والله اعلم. حنا غنشوفوا مع واحد غنسيقوا الخوت هنا، هاد الكولوار طلعت على ود الكولوار، اش نسيقوا هاد النتيو، غادي نطلقوها في شي شجنه هنا، نطلقوها يمكن مع النتاوي اللي هي مع الشنيبرات، وداك الشنيبير شنو غنديروا ليه؟ نجريو عليها الخوت حتى هو، ها نجريو على الشنبور بلاتي، ما تقولوش هذا راه كيكذب علينا ولا كينصب علينا ولا، هذاك الشيء بيني وبين اللي خلقني، ها نتوما الخوت هي طلقناها هنا، ما نكذبوش على الله،
لان ما غاداش يمشي الخوت. نتوما قلت لكم في الاول ما غاداش يمشي. شي واحد السنيبر كيهيج عليها، شي شوف الخوت واحد السنيبر هو بان عيبو، شتيه كيهيج عليها، قال لك شتيه كيهيج عليها. غنشدو دابا غنعزلوها الخوت، هاد الشنبور غادي نعزلو دابا، خليكم معايا نشدو وانا معكم الله يرحم الوالدين. هذا غادي نعزلو لانه بدا كيهيج الخوت. بالنسبه للذكر دابا اللي بدا كيهيج، هذا من الحمام اللي شرينا، من الحمام اللي شرينا هو يلا بدا كيطيح الخوت. السيوفه شتوهم بقاو لي هنا 3 و 3 6، باقي لي 6 سيوفه ان شاء الله. هذا غادي يبدل المخير حتى هنا، باقي لي 2 4 6، باقي لي 6 سيوفه. غادي نديروا ليه الخوت طرطقه كيف العاده، وما الطرطقه ترى موجدهم هنا. هاد الولد الخوت غادي نجريو عليه، هذا اللي عندي فوق الشجنه غادي نجري عليه يمشي في حاله الى حال سبيله ان شاء الله. ما عرفناش الولد حيت غادي تشدو ما غاديش يبغي يمشي، اش غندير ديال عباد الله؟ ما عندي ما ندير بهم. انا الخوت هاي ها انتم درنا لي طرطقه موفيه، هذا دابا كملت 13 دكار الخوت، ها هو 13 دكار. هذا من السلاله اللي شرينا، العين ها هو بدا كيصفي الخوت، هذا العين شوفوا شي العين كي ولات عنده، راه يقول مصفيه العين، العين مصفيها. نطلقوه مع الذكوره والله يرحم لكم الوالدين، وغادي نطيروا الخوت داك الولد نطيروا الخوت على بركه الله. حنا نيت غادي نسيقوا، راه طلعت على ود السياق ديال السطح. انتوما شوف انا نزومي لكم هذا الولد، هذا نزومي لكم، شفتوا الخاتم اللي فيه الخوت؟ فيه خاتم ازرق، فيه خاتم ازرق الخوت، وهذا راه باينه عليه ضعيف، يعني راه فيه الجوع. حنا غنمشيو لحداه، حنا غادي لحداه، حنا غنجريو عليه. ها هي القصبه الخوت ديالنا، الحديده ديالنا الله يرحم ليها الوالدين، هي هذه، هي هذه القصبه، هي هذه، هي هذه. ها انتوما الخوت بلاتي، هاي هاي شو 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 شات الشي هذا، الخوت جرينا عليه يمكن راهو مشى، راهو مشى. كيف لاحظتوا الخوت راه مشى؟ غادي نشوفوا لكم من هنايا، طلعنا باش نسيقوا السطح، خاصنا نحيدوا الخرب. شي شو بغي يهبط، بغي يهبط، بغي يهبط، بغي يهبط. عاود ثاني الخوت هذا شنيبر، ها هو شوف 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 واش غيهبط ولا لا، ها هو شوف 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 شوف، هاي 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 هاي، شوف فين هبط. ها هو مشى، هذا ما غيمشيش الخوت عند موالي، هذا ما هذا مسكين تالف، ها هو تالف يا خوت، هذا تالف، هذا تالف. اجي نطلعوا هنايا فوق الحويط، شوفوا فين هو، ها هو جاي، هو جاي راه هبط عند الجيران الخوت، راه هبط، هبط الخوت اللي هي عند الجيران، ها راه هو هبط عند الجيران. حنا ما عندنا غلط به ان شاء الله، اني طويو الخوت سطيح باش يكون على ما يرام باذن الله. غادي نسيقوا السطيح ديالنا يلا، وتحياتي لكم الله يرحم الوالدين كاملين. حنا رجعنا لكم الخوت من جديد كيف العاده، اليوم السبت الخوت باذن الله. اليوم راه ما نعستش سبحان الله، والله العظيم ما نعست. كيف قلنا اليوم السبت كيف العاده، زيت الثوم ديالنا اللي ما عمرنا غادي نقدروا نستغناو عليها ان شاء الله. زيت الثوم ما عمرنا نستغناو عليها، هي والحلبه. بالنسبه لذاك الولد الخوت اللي جرينا عليه في باك زرق، هو كيبان ولد ممتاز طوبي وضعيف، ما نكذبش عليك، جرينا عليه فيه الدبانه، هذه اول حاجه غادي نلصق ليا الدبانه وغادي نبقى مبرزط معاه. راه مشى بحالو الخوت، غيمشي يشدو شي واحد اخر الله اعلم. بعدا حنا ما بغيناش نشدو، لان غادي نشدو غادي يوحل فيا، يعني هذاك واخا غادي نشدو ما غاديش يمشي. هذاك الولد الخوت ما غاديش يمشي، لانه اول حاجه باقي صغير. يعني شنو مالك يا فاطمه الزهراء؟ فيك النعاس؟ وعلاش مالك؟ ما هي كي نعسي بالليل، انا ما نعسش بالليل، وانا حل الليل كله وانا حل عيني، وانا دابا حل عيني، فيك النعاس؟ ويلي ها؟ وليني واخا هكاك بنتي راه باقي
باقي فين تنعسي؟ انا شوف انا الخوت دابا كنزيدوا الحلبه كيف قلنا. بالنسبه لذاك الولد الخوت ما غاديش يمشي، انا عارفه ما غاديش يمشي. وعلاش اللي غادي نشدو اصلا؟ نشدو كاع شي ولد اللي غادي نقدروا نصيفطوا لمولاه وغادي يبقى مبلبلنا، اللهم يمشي في حاله يبعد منا ما نشدوش كاع. الخوت كاينين شي شنيبرات شي وليدات ما مفاكسينش، ان شاء الله غنفاكسيهم انا ولا لا فاطمه الزهراء. شوف شحال عطينا ديال الحلبه، ها نتوما الخوت الحلبه غير عطي وعطي الحلبه عباد الله. ومال كتبقى طط وهي وعاد عاد جلول وعاد عاد جلول. ها دابا القضيه في الطاقيه، دابا الخوت الحلبه الحمد لله الماكله واجده. نسدو العيبه ديالنا في الجعيبه وغادي نعطيو الحميمه ترى ما كلاوش. غنوريكم الخوت الساعه، خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الخوت انتما بالنسبه للساعه شوفوا شديها تماك شديها. العشيه هادي راه هي جوج في الشهر، الاربعه د العشيه 16 شتو هني شان 16. نوكلوا الخوت الحميمات وغادي نفاكسيو كيف قلنا، غادي نفاكسيو الخوت واحد الوليدات باقي ما تفاكساوش، غنفاكسيهم ان شاء الله باذن الله. اجيو معنا اجيو، بسم الله على بركه الله. شكون اللي غنوكلوا الاولين؟ بالنسبه للكولوار الخوت كيف كتلاحظوا راه نقينا الكولوار، ما كاينش حس البزق بتاتا. كاين غداك الريش راه حاجه بديهيه، يكون الريش ماشي مشكل. ما عرفناش شكون اللي غنوكلوا الاول، واش الذكور اولا الاناث. بالنسبه لديك النتوى الخوت راه جات كيف قلنا، راكم شفتوها وريتها لكم في الصباح. ها نوكل الذكور الاناث وندخلهم ياك صافي. نوكل الخوت الذكور الاناث هما الاولين ان شاء الله. اتغبرين يمكن الا بقيتي جالسه تماك. كيف قلنا الخوت ضروري ما غادي نتولعوا في الوليدات، غنطلقوهم اليوم ان شاء الله باذن الله. دابا كيف كتلاحظوا الخوت هما الذكور الاناث هما كياكلوا، وراه زدنا كيف قلنا وما عرفتوش زدت ذكر واحد ولا جوج اللي زدت اليوم، والله ما بقيت عارف. زدت ذكر واحد المكل لي الله اعلم، واحد اللي مكل لي زدت لواحد اولا جوج، والله ما بقيت عاقل في الصباح شحال زدت، واش ولد ولا جوج ولاد. يمكن زدت جوج ولاد الخوت الله اعلم، زدت جوج ولاد الله اعلم. ما علينا، نخليو دابا الحميمات ياكلوا واجيو معنا الخوت نمشيو نشربو دابا الحمام بروديكسيون ان شاء الله. وضروري ما نطلقو الوليدات نتولعو فيهم، يا الله والله يرحم الوالدين الخوت. بالنسبة لذاك الذكر الخوت اللي عقلتو عليه، هذا اللي فيه التليفون، هذا اللي كيجي لعندنا اللي كاتب فيه الرسالة، هو هذا، هو هذا الذكر. راه الذكر واخا هكاك ممتاز الخوت، واخا ما فيهش الخاتم راه الذكر زويون. هو هذا الذكر غادي باقي فيه الرساله، حنا غادي نطلقوه. ها هو اجي بنيتي اجي عاود لهناش، غنطلقوه الى حال سبيله يمشي في حاله، يمشي في سبيل. شوف في سبيل دوك الوليدات راه كيوكل الولاد. ها هو سير سير في حالك، مشى نيشان دابا عند مواليه. دابا غنشربوا الحمام بروديكسيون ان شاء الله. غادي يجي عندنا واحد الشنيبر الخوتي ان شاء الله، واحد الشنبور، خليكم حتى لواحد شي وغادي نوريكم واحد الشنيبر باذن الله. نكملوا التشراب ديال البروديكسيون وانا معكم، الله يرحم الوالدين على بركه الله. الخوت دابا ان شاء الله الا بغى الله غنوكلوا الوليدات كيف العاده، وغادي نطلقوهم ضروري الخوت من الضروريات. وكيف قلنا راه عندنا شي وليدات الخوت غادي تفاكساو ان شاء الله.
نطلقوا هادو بعدا ونديروا لهم المهه ديالهم كيف العاده وغنطلقوهم تولعوا فيهم ان شاء الله على بركه الله. برودكسيون خوت راه البرودكسيون راه تهنينا منه، راه وكلنا شربنا، راه كاينه معاهم حتى ديك النتوى الخوت اللي النتوى اللي كانت شدات النتوى اللي جات راه حتى هي كاينه معاهم وهي غتخرج تاكل معاهم وغتخرج تطير معاهم. عندك بنيتي الغبره فاطم الزهراء، عندك الغبره المويه ديالهم عاديه كيف قلنا فريش، ديروا لهم ضروري المويه حتى هما ديالهم وغادي نطلقوا مال الخوت نتولعوا فيهم. اليوم راه كتواجد معنا، اليوم راه كتواجد معنا لالا فاطمه الزهراء، هي اللي معنا راه فيها النعاس قالت لي انا راه ضال خدام الليل كامل ومنعش وما عنديش المشكل ان شاء الله. واليوم السبت راه حتى الحمام باقي ما مشيتش ليه. هاجي خرجي بنيتي لهنا، خرجي نعطيهم المايه ديالهم الله يرضي عليك. ها الحميمه تا خوتك ياكلوا تبارك الله. فين ديك النتوى؟ فين ديك النتوى؟ ديك النتوى الخوت ما عرفناش فينا هي اللي جات. ديك النتوى كتاكل معاهم 100%، ديك النتوى الخوت كتاكل معاهم 100%، لأن دابا نتوما راه تشوف داك الشقيف. ها نتوما الخوت كيف شوكي كيشرب، خليه يشرب. كيف كتلاحظوا نتوما الخوت كلشي هنا كياكل. شوفي طلي طلي من تماك الشجنة واش فيها شي حمامة؟ ها من تماك بلا ما ت كايناس. ها هي هي ها هي الخوت النتوى هي هادي، ها هي شتو هي اللي واقفه جنب كتاكل جنب الطبله. ها هي هي هادي النتوى اللي طاحت. وقلت لكم والله الذي لا رب سوى الا واحد صدر ولا عندها ولات عندها الفرقه الخوت تبارك الله اللهم بارك. حنا علاش طلقناه مع النتوى الخوت ما بغيتش نطلقها مع الذكوره؟ لان الا طلقناه هنا مع الذكوره غطراهم لي مع الذكوره ما غاداش يمشي. اللهم نخليوها هي واكله شاربه ومع حمامنا، يعني ماشي عازلينها ولا كنقولوا مثلا فيها المرض ولا هادي. راه تبارك الله مادام رجعت حتى راه ما فيها لا مرض لا والو. ان شاء الله غايا مع حمامنا وغتخرج طير مع حمامنا وغتبقى ان شاء الله حتى تمشي عند مواليها باذن الله. يعني حدها تيتقدوا لها دوك الكتاف. ها هي جايه، ها هي كتبرك على الحمام ديالي. شوف كي كدير، شوف شوف كتبرك على الحمام ديالي باش تاكل. الشوكي الخوت ما عجبنيش ولا مرخي الشوكي، هاد الشوكي اللي فيه البيض ما عجبنيش والله العظيم ما عجبني، ولا باليا متيتال تما كلها مرخي ولا مرخي علاش الله اعلم. هادو هما الحميمه الخوت ان شاء الله السنه المقبله، هادو هما اللي غادي نتقاتلوا بهم السنه المقبله باذن الله. ها هو اللي باقينا بزاز الخوت واد الطوبي هذا، هذا راه كنا كنطلقوا دوك الخمسه ولله الحمد راه ولاو كيفرفروا بعدا كيضربوا دورات ويهبطوا حدايا، يعني الامور غدا معاهم مزيانه ان شاء الله. يلا الخوت من بعد ما غياكلوا الا خصتهم الماكله غنزيدهم الماكله من الضروريات ان شاء الله، غنزيدهم الماكله ان شاء الله الا خصتهم الماكله. الا بقات لهم الماكله راه غادي نخرجوهم نطيروهم من قبل. راه الشوكي الخوت كياكل بودر الروج، الشوكي اللي قلنا ما عجبنيش الصحه ديالو راه كيضرب البودر الروج. شوف شوف كي كيحل جناحو ما فهمت والو فيه والله العظيم ما فهمت فيه شي حاجه. ها انتوما شوف 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 كي كيحل جناحو، شوف كي كيحل جناحو انا. شوف 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 كي كيدير الخوت، شوف شوف كي كيدير ملي كيتفرفر حدا شي حمامه بحال الا شوف شوف ملي كتفرفر حدا شي حمامه كيحل الكتاف ديالو علاش الله اعلم. خليه ياكل بودر الروج خليه. ايوا الحمد لله الحمد لله الحميمات راه غادا الامور طيبه الحميمات اللهم بارك المستوى الرفيع. يعني الحمام حتى في الشكل ديالو كيف كتلاحظوا انتم شوفوا الخوت الوليدات هذا هو اللي باقينا بزز. انتم شوفوا هاد الدفيليه، شوفوا هاد الطوبيه محروقه، هادي راه هادي مكلاسيه العشرة الا عقلتوا عليها. هادي هي اللي طرطقنا عليها حشاكم الخوت واحد الحبوبه طرطقنا عليها كانت فيها الباراتيفوز وطرطقنا لها واحد الحبوبه في الكتف ديالها وعصرنا لها داكشي ودرنا لها بيطادين والحمد لله برات ولله الحمد. ولان لسوء الحظ ولادها تباعوا، هذيك حاصله على واحد المطلق على الرتبه رقم 10.
فواحد المطلق. الخوت دابا الحميمات نخليهم ياكلوا ان شاء الله، نخليو الحميمات الخوت دابا ياكلوا ان شاء الله، ولنا لقاء باذن الله. وغادي نطلقوا الحميمات ضروري، نطلقوا الحميمات الخوت نتولعوا فيهم. يلا والله المستعان، والله يرحم لكم الوالدين كاملين. كيف قلنا الخوت باذن الله هاد الوليدات الاخرين هما هادو، وباقين شي حاجه باقين يلا خرجات شي حاجه قليله، هادو خمسه هنا هاد الولاد، هذا هو الفوق عقلوا عليه دفليهم الفوق. اجي اجي قربي قربي، انا الخوت الصحه ديال الولاد، شوفوا تبارك الله الصحه ديال الولاد، اللهم بارك، يعني الصحه غزاله اللهم بارك. حنا غادي نبداو نفاكسيو، هادو راه ما تفاكساوش شاكي، نضربوا هذا في الخوه بعدا هو الاول. صافي مزيان، اجي بنيتي شدي شدي، ها هاكاك معلمه فاطمة الزهراء تبارك الله عليها، راه معلمه دايره. هات صافي، هات لقيت لقيت لقيت، هانت شوف شدي هاك شدي، لا هاد اليد، ها معلمه ما تبركيش عليه بزاف، هاكاك جري لي راسو جري لي راسو. انا الخوت الفاكسه كاين اللي كيكل وكي كيفاكسي، كاين اللي كيفاكسي هاكا كاين اللي كيفاكسي هاكا، حنا هادو غنفاكسيهم بالمقلوب. واخا شدي شدي باليد الاخرى معلمه، حنا غادي نفاكسيو بالمقلوب، جري غنفاكسيو هاكا باش يهبط الاخرى، جري لي راس جري لي راس. بسم الله على بركة الله الخوت، صافي طلقيه، شدي واحد من هادو شدي هكا هكا، جري لي هذا جري لي هكا هكاك. انا الخوت بسم الله على بركة الله، صافي تلقي هاك شدي هذا. انا الخوت شوف فاطمة الزهراء، لا لا شدي منقار شدي لي المنقار، جري جري. انا الخوت شوف فاطمة الزهراء تبارك الله، شوف شوف صافي تلقي حطي، شوف طيم الزهراء تبارك الله، قولوا تبارك الله، هادو غلاد هادو تبارك الله. يلا جري لي الراس، شتي طيم الزهراء صافي تلقي. هانا الخوت غادي يتلفوا ليا، غادي يتلفوا ليا، صافي تلقي حطي حطي صافي. دابا هادو ان شاء الله غادي ندخلهم، حنا هما فاكسينا خمسه اللهم بارك، عاد غادي نشوفوا الا بقات شي حاجه اخرى ان شاء الله. يلا تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. لا ما تشدش جري، لا من قارو من قارو هاكا، جري شدي من القارو، جري جري شدي لي راسو هاكا هاكا هاكاك صافي هاكاك. صافي طلقي هاكاك، عندك انت هدر دياولك، صافي طلقي. هادو هما خوت هادوك لي زهقت لي زهقت في البيقان، عقلتو عليهم هادو خوتهم ان شاء الله، هادو خوتهم الخوت صافي بلاتي. يلا سير سير بدي، كيف قلنا الخوت هادو هادو هما الوليدات اللي كنا زهقنا خوتهم، خوتهم كنت نسيت ما باقيتهمش، هادو هما جوج اخرين فرختهم ان شاء الله، لان هاد السلاله كنلعب بها المسافه، حنا هما كنباقيهم دابا ان شاء الله. شي ريشه هاهي ريشه هاهي، حنا كنباقيهم وغادي نفاكسيو هاد الجهد هذا، غادي نفاكسيو ان شاء الله. ها هو وحده والتباقى تنتم من بعد نقيدهم، وحده والتباقى ان شاء الله. وهادو راه والديهم كيمشيو للخط للبحر، هادو الوالدين ديالهم كيمشيو للبحر. ايوا الحمد لله والشكر لله، الله يرحم لكم الوالدين كاملين. هذيك الحميمه ها هي الخوت، هي هذه
ديك الحمامه اللي قلنا طاحت عندنا راه ولا اللحم ديالها انتم الخوت ولات غوزيه، كنوريها لكم بزاف. شوها دابا ما بقاتش زرقاء الخوت، انتم ولات غوزيه. الصدر المبندر راه تبارك الله ولات غوزيه الخوت تبارك الله. انتم الخوت راه باقا بالتليفون ديالها وليني ما غتمشيش. هانتي حاولي تبعيها، حاولي تبعيها. راهي راهي شيش جناحها مرخيين. سير سير من ليه. هيا الدايره دايره، شوفي شوف هيا دايره، شوف شنو غدير واش غتهبط ولا هادي. هيا جايه الخوت، شوف شوف هيا جايه، هيا جايه، هيا جايه، هيا الخوت شوف مرخيه مرخيه بزاف. هيا دايره، هيا ضاربه الدوره، هيا ضربة الدورة، شوفي من لي. هاي 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 ها كانت بغات تهبط الخوت، ها راهي هبطات في ذاك السطح، كانت بغات تهبط. حنا ما عندنا بها غرض. اجيو اجيو الوليدات اجيو، ان شاء الله دابا الخوت غنطلقوا الحميمات ديالنا. داك الشوكي الخوت اللي قلت لكم شكيت فيه، بقي تماك بقي تماك بقي تماك. داك الشوكي الخوت شكيت فيه مريض، الشوكي شكيت فيه مريض والله اعلم. حنا نخرجوا الوليدات كل شيء يخرج ان شاء الله على بركة الله. كتلاحظوا درت واحد الكعية الخوت، درت واحد الكعية. عرفتي شنو هي؟ ما حسبتهمش والله العظيم، الا درت كعية ما حسبتهمش. كعيت كعيت كعيت، كعيت بصح والله العظيم تا كعيت. كان عليا نحسبهم عاد نطلقهم باش نعرف شنو عندي. زقت ما حاسبهم ما والو، كيف قلنا الخوت ما حسبتهم ما حتى شي لعبه. انما ماشي مشكل، ماشي مشكل. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، غادي يجي عندنا واحد يجي عندنا، نمشي نهبطوا الخوت بعدا ندوشوا ان شاء الله، ندوشوا عاد غادي نطلع باذن الله. يلا والله يرحم لكم الوالدين. الخوت حنا رجعنا لكم من جديد. بالنسبه للشنيبر اللي قلت لكم قبيله غادي يجي عندي واحد الشنيبر، هو ماشي شنبور ديال الحمام، شنبور ديال بنادم هو الاب ديالو ان شاء الله. هما كيتواجدوا معنا واحد المولع حتى واحد الكتكوت اللي خصو يقرا. دي اول حاجه الدراسه، هذيك انا كنصحو بالدراسه، الا ما قراش راه ما كاين حتى شي حاجه. دابا راه كنهضروا عاديه والقضيه في الطاقيه، كيقول لك عاد عاد جلول وراه شي كلش محلول. يلا الخوت حنا غادي نقدموا لكم واحد البطل مسكين باغي يجي جا لعندنا اللي هو هذا. يلا قول الكلمه ديالك ولدي. السلام عليكم. السلام عليكم اخوتي. المهم اليوم جينا عند البطل جمال فراش، انا والاب ديالي جينا بزياره باش نشوفوا الحمام. مرحبا. شنو خاف؟ هو باغي يتولع ياك؟ ضروري ياك. وشنو اخر؟ انت دير شي حميمات في الدار ما دايرهمش؟ عندي الحمام. وشنو مستوى الدراسه ديالك بعدا هو؟ طالع في السابع دابا. كتقرا مزيان كتجي شي نقاط زوينين ولا ولا كسول ولا غير حمايمي؟ لا نقاط زوينين. حيت الدراسه راه هي الاولى. ضروري. الدراسه هي اللي غتجيب لك الحمام، حيت الا ما قريتيش ما غتخدمش خدمه زوينه. غتخدم خدمه خايبه، يبداو يضحكوا عليك عباد الله، يبداو يخدموك يحفروا عليك، ويبداو يعطيوك 40000 ما توكلك حتى طرف ديال الخبز. اما الا قريتي مزيان تخدم في البوليس ولا تخدم استاذ ولا هذا. نعم جابت سعود وجابت منين؟ وتبارك الله. ويعني ديك الساعه راه بامكانك ديك الساعه تشري الحمام اللي بغيتي. علاش؟ حيت كيكون عندك فلوس صحيحه، فلوس ماشي عندك 40000 كتكملها في نهار 10 في الشهر كتسالي لك. وعطي الكلمه لباباك. السلام عليكم. الاب ديالو بعدا هنا في مدينه سلاغاني عن التعريف، عبد النبي من حي بيعات، مولوعين بالحمام من القديم. راك عرفنا الاخ جمال
الاخوان كاملين من ايامه الحاج النيه، والدراري كلهم كيعرفونا الشعار، والدراري كاملين كيعرفونا الاصدقاء ديالنا. وكنت واحد اللي كندفع الماتيريال، راه كيعرفني جمال، كنجيب الماكله ديال المقلي، الماكله ديال الفراخ، مسائل لي زاكسيسوار، المسائل كلهم. ايوا المهم حنا جينا عند الاخ جمال باش نتولاو والصديق ديالنا، ايوا بارك الله فيه اللي طلعنا استضفنا في البيت ديالو. ايوا هادشي اللي كاين، وحنا جينا ندوزو معاه واحد السويعه زوينه. ايوا الانسان هادشي اللي كاين اخويا. شكرا. مرحبا يلا حداك. مرحبا. كيف قلنا الخوت حنا كيتواجدوا معنا هاد الابطال، البطل الصغير كسكو. تسمك الله امير. تبارك الله على اخويا امير، على ولدي امير ماشي خويا، انت تكون ولدي ياك. ولدي امير تبارك الله عليهم. والحمد لله الخوت كيف لاحظتوا حنا راه طلقنا الوليدات، راه باقين ومعاهم هذيك النتوانيت اللي كانت طاحت عندنا، راه هي مطلوقه يعني الى حال سبيلها، بغات تجلس تجلس، بغات تمشي تمشي. يلا الخوت خليكم معنا كيف العاده، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات راه تخلعوا وطار واحد العدد كثير، اللهم بارك. كيف كتلاحظوا والوليده وهبط هبط 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 ولدي. كيف قلنا الخوت راه طار واحد العدد كثير، ما فهمتش واش مناش تخلعوا، الله اعلم مناش تخلعوا، الله اعلم. يعني شي حاجه حنا كنا مريحين لتحت، الحميمات هما هادو كيف كتلاحظوا الحميمات. حنا اللي كنا مريحين الخوت لتحت، راه واحد معزول، حنا كنا مريحين لتحت والحمام تتهز مالو الله اعلم. ها هما الخوت كيف كتلاحظوا ولله الحمد، شويه بشويه الخوت هما تزادحوا معاهم، حتى كانوا غادي يتلاقاو صح فهمتيني. واش كاين الطير؟ ما فهمتش ما فهمتش اخويا شنو. دابا غادي يبداو تشتوا لي هنا في السطوحان هنا فهمتيني، وانما ان شاء الله واحد الخوت هو فين هابط. هو في هاد الدار هادي وين ما حدايا. فين هو معزول؟ واحد راه معزول. ديك الطوبيه الخطره حتى هي راه مطلوقه، وليني في اي الطوبيه، هي الطوبيه راه كاينه هنايا. مرخيه مرخيه الخوت بزاف، هي هذه الطوبيه راها مرخيه بزاف، والحمد لله والشكر لله. كيف لاحظتوا الخوت الحميمات هما بداو كيهزوا، شو تبارك الله هما بداو كيهزوا ولله الحمد. ما فهمتش الخوت مناش خايفين الله اعلم. شي وحدين راه بانوا ليا خرجوا من الفرقه الخوت، هما هادو بعدا مجموعين الحمد لله والشكر لله. كيضرب ليا الحمام هو. كيضرب ليا الحمام الطائر النورس. هاكاك. ها ماشي شو تبارك الله فين هزو. لا لا طاير مزيان تبارك الله. بابا هذاك سميتو دف لي اللي كاين اللي كان مع السجنه ديال الكور، تا هو اللي كيعني بحال تا هو طار. قبيله لا هذوك كانوا كيوكلوه. هاي بيسه هبطات ما غادي يهبطوا دابا يبداو يحط. دابا كاين شي وليدات باقيين صغار. وليدات صغار هو هذا. كاينين فيهم وليدات صغار، هذاك هو المشكل. تخاف دير هكا تزق لها شي بحال الطير الارجاء. تبقاش تخاف عليك. لا بعد الخطا. لا لا وليني بعد الخطا كي وانت. هيا بياسة شي هوا واش نبغشي واش نبغشي. هيا يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وتحية الخوت والحباب كيف كنقولوا ديما في أرض الوطن وخارج الوطن. تحية لخويا عمر شمس الدين وخويا جهاد وصابرينا. خويا جهاد هذا الأخ هذا راه من كومو. هذا الأخ هذا راه توا في كومو أخويا جهاد، هذا السيد راه في كومو إن شاء الله. الله راه قلت لها يجيب لك حميمات كخاي جهاد وعقل عليها. هاو هاو سميتو عبد النبي. غندبر لي شكون غيدير لي الحمام. انا كنت في كومو في كانتو بالضبط. كان في كانتو في كومو، قال لك في كانتو، راه تعرف انت راه انت راه ولد كومو، راه قديم في كومو خويا جهاد. ما علينا ان شاء الله يكون خير. لا قديم هو راه مشى مشى قديم للطاليان بعدا. انا عندي 23 عام كومو. 23 عام. تقريبا نقدر نقول لك حتى هو بحال هكاك ولا 23 عام عندي تما. شحال عندك اخويا جهاد في كومو شحال؟ دابا راه تلقى كيهضر مع تبي تتفرج كيقول لي وعندي 16 عام. يلا خويا جهاد الله يرحم ليك الوالدين، الله يرحم الوالدين الاخوان كاملين كاع الناس اللي كيبغيونا في ارض الوطن كيف كنقولوا هنايا. ولي خويا عمر شمس الدين، وما نساوش الاخ دريس من مدينه الدار البيضاء، وخويا منير مخلص من الدار البيضاء، خويا منير لموسى من هنايا، خويا سفيان حين بيعات، والاخ خويا عزيز فضلي الله يرحم لك الوالدين، وما نساوش الاخ عزيز الكزا السوق ديال الكزا الله يرحم لك الوالدين وعائله امراح وعائله طه
ابتسام ويسرى من دولة بلجيكا، وخويا البشير من امريكا، وخويا سمير من كندا، وكاع الخوت اللي كيبغيونا يحبونا الله يرحم لهم الوالدين، ونتمناو الخير. كيف قلنا حنا اليوم استضفنا جوج الابطال هادو من هواة من مربين الحمام الزاجين، بالخصوص الحمام الزاجين، وكيبغيو الحمام الزاجين ولله الحمد. صديق انا كنعرفو راه من كنقولوها بالشرحه من زيك الزمان، من شحال هادي كنعرفو، هي مات الصغر كنعرفو حنا من دوك، بحال تقول من السيليكسيون ديالي. وقيت اللي كنا كنمشيو نصيدو المقانه، انت هو كيبيع المقانه ونصيدو حنا، كنا كنت كنسلس انا من المدرسه فهمتيني. انا في 89 كنت قريت في قريت سيدي سليمان البريمير، راني كنت قريتها في سيدي سليمان 89، وجيت لهنا في 89، جيت لهنا في 90 بديت كنسلت المدرسه، ما قريتش 90 90 ما قريت فيها حتى نهار. الحمد لله. على الاقل قلتي هاد الساشيات ديال اللي فيهم بابا غا. اييه ديال اللي كتنجيب الكريم كيبيعها. اييه هي مات كريم فاش يلا بدا. يلا الخوت ما نطولش عليكم، الله يرحم لكم الوالدين، والى فيديو قادم بحول الله، ولنا لقاء غدا ان شاء الله الى كتاب. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وبركاته، وغدا ان شاء الله راني معكم باذن الله. حيا لكل الموالع. الله يحفظكم. انت ما تحيي ماماك وحيي. يلا سلام. ما تحيي حتى شي واحد. هاديك حيي لي العائله ديالك والاصدقاء ديالك اللي كتعرف، وتحيي الناس اللي كتعرف يشوفوك عبر اليوتيوب ان شاء الله اليوم بالليل يشوفوك ياك. مرحبا مرحبا. يلا الخوت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ديما راجع. ايه ديما راجع. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.